بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج الأوتوكاد. النهاردة هتكلم عن رسم البولوجن في برنامج الأوتوكاد. في كتير بيتلخبطوا في رسم البولوجن وفي بيسألوني إيه الفرق ما بين انسكرايبد وسيركم سكرايبد والإيدج، إزاي إن إحنا نعرف الفرق ما بينهم في طريقة رسم البولوجن. ممكن إن إحنا نرسم البولوجن لو عملناه 3 أضلاع، ممكن إن إحنا نرسمه كمثلث، 4 أضلاع ممكن نرسمه كمربع، يعني ممكن ان هو يترسم بيه اكتر من شكل. فيه ممكن ان انا ارسم اكتر من شكل في البرنامج. عندي البولجن اما بختاره من هنا من فوق، عندي هوم وبعدين بفتح السهم ده كده، دايما بيظهر الريكتانجل ويبقى تحتيه البولجن، او ان انا بكتب بي او ال هنا في الكوماند بي او ال، وده اختصار البولجن. كويس، هندوس عليها بالشكل ده كده. ممكن ان انا ارسمه كمربع الاول، ازاي؟ ان انا بختار 4 أضلاع، بولجن انتر نمبر اوف سايدز 4، خلاص هدوس انتر، انا عايزاه 4 بالشكل ده. وبعدين مش هحط السنتر، انا هضيف الايدج. عندي هنا في سبيسيفاي سنتر او ايدج اور ايدج، انا هدوس على ايدج. كويس، واجي اختار الاند بوينت اهي، احنا شايفين اهو، وهدوس على الأورثو أو F8 من الكيبورد، وهختار مثلا الأضلاع بتاعتي المقاس بتاعها 4 أهي. أنا كده رسمت، لو أنا جيت عملت كده شوف الأضلاع 4 زي ما أنا رسمتها. طيب هنرجع تاني للبوليجن بي أو إل، وهاجي خليها 3، هرسم عن طريق البوليجن هرسم مثلث، وبرده هقول له ايدج واختار الاند بوينت، شايفين اهو رسم لي المثلث، وهقول له اعمله لي 4 برده المقاس بتاعه، ادي المثلث كل الضلع فيه 4. انا عايزه بقى ارسم، هنلجي كده وهاجي ارسم بقى البولوجن اللي هو اكتر من 4 أضلاع. مثلا هختار نمبر اوف سايدز 6، وهاجي هنا اقول له بقى specify center of polygon. انا برسم عن طريق center، بعتبر ان انا عندي دايرة وبرسم عن طريق center بتاعها، فانا هختار center بتاعها مثلا في اتجاه في المكان ده كده. عندي هنا اختيارين لازم اختار واحد منهم، inscribed in circle او circumscribed about circle، اما بيكون البولجن ده داخل الدايرة او خارج الدايرة. بمعنى انا هختار مثلا اول واحده inscribed in circle اهي، شايفين ادي البولجن اترسم لي ليه سنتر زي ما احنا شايفين كده. بيقول لي الراديوس اوف سيركل هنعمله كام، انا عايزه الراديوس بتاعي مثلا يبقى 6. كويس بالشكل ده. طيب لو انا جيت رسمت دايره والدايره دي، وجيت هنا رسمت الدايرة بتاعتي اهي، شايفين السنتر بتاعها هو نفس سنتر اللي انا رسماه للبولوجن اهي، وجيت عملت كده الدايرة بتاعتي اترسمت بره بالشكل ده كده. طيب انا عشان اوضحها لكم اكتر، هاجي ارسم الدايرة الاول اهي، الريديس بتاعها اعمله 6. كويس، واجي ارسم البولجن واختار السنتر بتاع الدايره الاول، اختار السايدز 6، وبعدين السنتر بتاع الدايره اهو، وبعدين هقول له انسكرايبد ان سيركل اهي، شايفين، واجي اعمل الراديوس اللي انا عملته 6 للدايره اهو، يبقى انا رسمتها كده في النص. يبقى انا كده الاضلاع بتاعتي داخل الدايره نفسها. لو انا جيت عملت دايمنشن اهو من هنا لهنا، احنا شايفين 6 اهي. كويس، يبقى الدايمنشن بتاعي من السنتر للكورنر، دايمنشن هيظهر عندي من السنتر للكورنر، يبقى ده الدايمنشن اللي هو الداخلي بتاع الدايره، يبقى ده الانسكرايب. كويس، يبقى اما برسم البولوجن لو انا عارفه الريديوس بتاع الدايره بتاعتي، برسم البولوجن داخل دايرة. طيب أنا عايزة أرسم البولجن ده خارج دايرة، هعملها إزاي؟
هقول له هنا لو انا جيت رسمت الدايرة كده اهو بالشكل ده كده، وبرضو قلت له سنتر بتاعها 6، وجيت رسمت البوليجون برضو السايد 6، وهقول له السنتر برضو بتاع الدايرة دي. في الحالة دي اختار سيركم سكرايبت اللي هي دي اباوت سيركل تكون خارجي اهي، بدوس عليها كده واجي اختار هنا 6 اللي هو الريديس بتاع الدايرة، بكتبه 6 اهو بالشكل ده، على طول اترسم لي البوليجون. بس في الحالة دي البوليجون خارج الدايرة. لو انا جيت عملت دايمنشن من السنتر هنا لحد الايدج هنا اهو، ادهوني 6 بالشكل ده. يبقى الفرق ان انا بعمل بيبقى المقاس بتاعي من السنتر لحد الايدج، لكن هنا المقاس بتاعي من السنتر لحد الكورنر. شايفين ادي المقاسات بتاعت او الرسم بتاع البوليجون. يبقى ده الفرق ما بين انسكرايبد وسيركم اسكرايبد. يبقى احنا اتعلمنا في الدرس ازاي ان احنا نرسم البوليجون، والفرق ما بين البوليجون لو انا رسمته كايدج او ك انسكرايبد او سيركم انسكرايبد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.